شريف مدكور، احكي لي عن لينا اللي انت حكيتي عنها. لينا طبعا صديقتي الصدوقة، هي اختي، احنا اكتر من اصدقاء، وهي مش صديقتي انا بس، هي صديقة امي وابويا واخويا والعيلة كلها، هي واحدة مننا. لينا وقفت كمان معايا في ساعة مرضي، كانت حضرت من اول ما دخلت المستشفى، وكانت معايا في العملية، كانت معايا 8 جلسات كيماوي، كانت معايا في 8 جلسات، وفي اخر جلسة انا كنت تعبان جدا، كتفت لي انا فاكر رجلي من تحت لان ما كنتش قادر خلاص. فهي انا ما فيش حاجة توصفها، احنا اصدقاء قوي. كمان ساعة والدتها طنط الله يرحمها، لينا كانت مصرة تنزل مامتها، انا نزلت بدلها، خبر. ففي بينا بوند، علاقة مش طبيعية يعني، احنا اصحاب قوي. انتوا كلكم كنتوا موافقين على القرار لينا انه لازم يبقى عندنا قوه وشجاعه، وان دي مش اخر العالم، اي حد فينا ممكن يعيا يقع، حياته تتشقلب في يوم وليله، بس دي مش نهايه الدنيا. كنت مع قرارها ان هي تنزل البوست؟ طبعا. سحر؟ انا كنت مع قرارها في كل حاجه، ويعني عايزه اقول لك لينا كان عندها قوه داخليه، كل لما كانت بتبقى تعبانه من بعد السيشن اقول لها لينا النهارده عدى ازاي، نشوف ايه، الحمد لله كويس عدى، بصي خلينا نتكلم في حاجه تانية، خلاص هو عدى وانا هبقى احسن وان شاء الله هبقى كويسه وهقدر، فبالتالي اقلب الموضوع بقى في اي حياه تاني وتعدي يعني كده حاجه. وبعدين عايزه اقول لك انا بالنسبه لي لينا الاسم الحركي بتاعها ممكن اقوله، قولي ماما نونا. ماما نونا مين؟ انا بكلمها في التليفون اقول لها لو سمحتي انا عايزه ماما نونا دلوقتي. ليه 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 يا صاحبي؟ لا لا، ان هي بالنسبه لي ماما نونا. لا عارفه لما تبقي انت عندك بقى ايه، يعني هتحسي بانفجارات مش قادره وبتاع وعايزه حد اتكلم معاه، لو سمحتي ماما نونا دلوقتي حالا انا عايزاه، عايز حد يحتويني. لما لينا، انتوا كاصدقاء لما لينا نزلت البوست كنتوا قلقانين عليها ولا فرحانين بيها؟ اوصفوا لي كده مشاعركم بالترتيب من اول شيء. لا انا كنت يعني وهي بتعمله سطر سطر سطر، كنا مع بعض دايما، فكنت عارف اللي بيحصل، وانا يمكن من اكتر الناس اللي كنت قاعد فوق نفخه اقول لها اقلعي الباروكه اقلعي الباروكه. ده مره مش عارف كنا اقول مره بنتكلم احنا بنغلس على بعض عادي، فبغلس عليه فبيقول لي يا رب باروكتك تقع يا لينا يا شاكر. ايوه هو بيقول كده صح. قلت له لا دي اوحش دعوه ممكن تلاقيها عليا في اللحظه اللي انا فيها دي، ما ينفعش. هو كده. انا كنت عايزها تنزل كده علشان كل البنات والسيدات اللي عندهم كانسر وشعرهم بيقع توريهم ان هي قويه، وتدي لهم رساله ان شعرها هيقع على فكره وبيطلع احلى، وبعدين شعرها طلع مصفر الاول. ايه طفره جينيه حصلت؟ طلع قلبت قلبت. انت كنت مع ان هي تستوعب اللي حاصل وتعلن وتنزل الشارع كده وتمشي عادي جدا، مفيش اي مشكله. وعملت كده. ندى على ان هي تعلن تكتب لا انا مبسوطه جدا ان هي عملت كده جدا، وانا ما كنتش خايفه خالص على لينا، يعني انا حضرت حاجات كتير مع لينا، انا حاسه ان انا اكتر واحده كنت خايفه عليها، انا عارفه ان هي قويه وعارفه ان هي تقدر، ولينا كانت من جواها طاقه، فحتى لما الاوقات كانت بتقع شويه لا كانت بتقوم على طول، فانا كنت قلقانه عليها، يلا يعني هتنزل بوست امتى الساعه كام، طيب اوكي في منتهى الهدوء، انا كنت اكتر واحده يمكن هاديه. انا الحقيقه لا ما كنتش برضو قلقانه عليها، انا اصلا يعني متخصصه في العلاج بالطاقه، فبالنسبه لي لينا من الناس اللي ابهرتني بكميه الطاقه الايجابيه اللي كانت موجوده في حتى الاوقات اللي احنا بنبقى متاخدين شويه وخالفين عليها، ان هي كانت دايما ايجابيه، دايما شاكره، دايما حامده، دايما بتبص على الحاجه الحلوه اللي عندها في حياتها. القوه دي مش حاجه الناس بتمثلها او تدعيها، في ناس بتدعي القوه او بترسم القوه، هي حاجه لا. من جوه ايمان، وانت يا لينا عندك ده ما شاء الله يعني. تعلمت مني طبعا. ده انت استاذ شاكرين. مش هتخلصي من شريف مدكور، مش هتخلصي من شريف مدكور نهائي. قولي لي يا سحر. بصي انا شايفه لينا حلوه في كل الاحوال لاني ببص لها من جوه، ببص لقلبها ما ببصش للشكل، وفي علاقاتي انا دايما بيهمني القلب،
فهي بالنسبة لي قبل كده بعد كده في حالاتها كلها أنا بحب لينا. انت اصحابك حلوين قوي يا لينا. مش كده والله يا امبلا، يعني ربنا كرمني بيهم. ده انت اصحابك حلوين قوي. كرمنا بيك. كرمني والله بيهم. رضوى، هي مفيش يا حياتك، احنا كنا مع بعض يومها في جلسه كان عندها راديشن، فلقيتها تقول لي انا هعمل حاجه كده بس مش هقول لحد عليها دلوقتي. قلت لها لا قولي لي ما ينفعش. فقالت لي طب انا هوريكي كام حاجه كده وقولي لي رايك ايه. فورتني كام صوره، قالت لي وهنزلهم بعد ما اخلص. قلت لها لينا شور انت عايزه تعملي كده؟ قالت لي اه انا عايزه اعمل كده. قلت لها هون شكلك زي القمر في الصور. وخلاص نزليهم. وفعلا يوميها نزلت الصور شفتها نزلتيهم خلاص تمام يا لينا. ورد الفعل هو كان ايجابي جدا مش طبيعي جدا. يعني مش 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 مثير للجدل، لا هو سكه واحده خط واحد. لا وبقول لحضرتك رد الفعل كان غريب، انا بقيت مبسوطه وكل يوم اقرا البوستات واللي هو مش مصدقين ان ده فعلا انت نزلتي ده وده رد الفعل. انت كل كل الناس قاعده تجيب فيديوهات لينا وهي في النيل المنوعات ورفع من يعني من روحها المعنويه بشكل مش طبيعي. انا حتى كلمتها وقلت لها ايه الانقلاب اللي انت عملتيه لنا ده. لا انا معلش يعني بتنك عليهم شويه بقول لهم انا ترند. يا دي الترند وسي الترند مش معقوله. انجي صاحبتنا الحقيقه كانت بتكلمني فقلت لها لا بص انا ترند. قالت لي لا بص انا هقول لك على حاجه، انا عندي صورك كلها وانت صغيره. اتفقت مع ندى لو ضايقت حد في يوم هيطلعوا بقى بالترند ده. لا هيضيعوني. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.